الوحدة ليلا في تاريخ 7/10/2020 قامت ميليشيا الحوثي بقصف مصنع اخوان ثابت مما ادى الى هذا الحريق امامكم كما تشاهدون. هذا هو احد مصانع اخوان ثابت التي قامت ميليشيا الحوثي في قصفه. هذا هو مصنع اخوان ثابت الذي قامت ميليشيا الحوثي في قصفه في الساعة 1:00 ليلا تاريخ 7/10/2020 مما ادى الى هذا الحريق الهائل. ميليشيا الحوثي مستمرة بخروقاتها للهدنة الأممية.